مساء الخير، وصلنا للحلقة الثامنة وبهاي الأجواء الحماسية بنكتشف مين الموهبة الأخيرة اللي بتنضم لنصف نهائيات الأسبوع المقبل. ولا تنسون أن حلقتين فقط بتفصلنا عن تتويج نجم برنامج محمد عبده وفنان العرب. وعبر شاشة تلفزيون دبي بنتعرف على آخر 4 مشتركين حلمهم الوصول للقب نجم برنامج محمد عبده وفنان العرب بالموسم الأول والحصول على نصف مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى سيارة نيسان موديل جديد نيسان ماكسيما 2016. بالكواليس يا أحمد قلق وترقب عند المشتركين اللي بيجمعهم حلم الفوز، لكن يبقى القرار الأخير للنجوم بعالم الفن هم نجوم برنامجنا. من جديد بنستقبل النجم أصالة والنجم عبدالله رويشد. مين يحب ثاني أكثر؟ مين يحب ثاني أكثر؟ أما عن ضيفتنا الليلة فهي ضيفة أقربت الآلاف والآلاف ونالت شهادة كبار الفنانين، وأيضاً استحقت بجدارة لقب صوت الشرق. رحبوا معايا بالفنانة أمال ماهر. طبيعي انت لما بتيجي تعمل اغنية بتحس الكلام، مش شرط تكون بتوجهه لحد يعني، بس بتحس الحالة نفسها وبتعيشها عشان الجمهور يصدقها ويحسها ويعيشها ويقتنع بيها يعني ويتوصله. طبعا امال صوت من الاصوات الجميلة، من ضمن الفنانات الجمال اللي عندنا الاصوات العربية، اصالة نغام وباقي الفنانات. أمال بتمتاز بصوت مميز وعندها النقلات الجميلة الطربية مع الغناء الخفيف اللي سمعناه دحين، يعني عامل تشكيلة حلوة جدا يعني ما خرجها عن طابعها الشرقي الجميل اللي هي بتغنيه. بنبدأ للمنافسة مع أول مشتركة معانا في الحلقة الليلة، ربا الحلبي من سوريا، وبنسمع منها أغنية حول يا غنام من القدود الحلبية. هرب صوتها، هرب احساسها، يعني خايفه او الاغنيه ممكن تقول. طب شو كنتي عم تغني بيبي بالاختبارات؟ الاختبار كنت شنو غنيتي؟ شو غنيتي يا عمري؟ شو غنيت؟ ايه اول ما جيتي الاوديشن تذكري بيبي شو غنيتي؟ والله ما سرقت شمس ولا لكن المشترك الثاني اللي عندنا ايضا وصل عندنا لدبي واصبح انه جاهز اني يقدم احسن ما عنده. بنستقبل اسامه محبوب من اليمن وبنسمع من موال انت السبب واغنيه مقدر والنبي اودعك للفنان عبد الرب ادريس. انت جبار. خلتني قاعدة مش على بعضي، وانا قلما ان انا اتنفض لحد كده بسهولة، فاشعرت يعني اشعرتني انت رائع وجبار وصوت ما عنديش كلام اوصفه بيه غير ان انت جبار. اما المشتركة الثالثة في حلقتنا الليلة هي راوية الماديلي من المغرب، وبنسمع
من أغنية قالوا لي العيد للفنانة الراحلة سلوى الأطريف. قالوا لي العيد بعيوني أدرب بعيد دلوني، قالوا لي العيد بعيوني أدرب بعيد دلوني. أدائك يمكن تكوني بتغني أحلى من هيك ببعض الأغنيات، ما عندي شك في احتمال، بس أنا حبيت شكل أدائك، حبيته لطيف وطيب شبهك. أما آخر مشتركة ويانا الليلة وآخر مشتركة بتدخل المنافسة على لقب نجم برنامجنا هي بشاير بن هاشل من سلطنة عمان، وبنسمع منها أغنية أكثر من أول للفنانة أحلام. شفت دموتي لهفتي حتى الله الله. شلون صوت صوتك رائع، شلون احساسك رائع، سلسة تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن، ما شاء الله عليك، لا تقول انظلج، ما شاء الله عليك. صحيح يا احمد، اذا واحد منهم بيغادرنا اليوم وبيخسر المنافسة على لقب فنان العرب وايضا نصف مليون درهم اماراتي بالاضافة الى سيارة نيسان، ولكن كلكم كنتوا فايزين بتواجدكم على هذا المسرح والغناء أمام العمالقة. إذن بنعرف منو اللي بيكمل معانا في هذه المنافسة، منو بيسمع